المسار الأسبوعي طبعاً، وهذا المسار اليوم أجواء بلشت هيك تحلو وبلش موسم الربيع، وطبعاً الناس اللي أسسوا هالمسار هم صيفاً شتاءً محافظين، ولكن بيختاروا بالشتاء أماكن هيك مثل الأغوار بتكون دافية شوي، بتكون دافية. هذا الأسبوع كان المسار في منطقة نبي صالح لكفر عين، ولكن ما ميزه هو مشاركة السفير دولة فلسطين لدى بريطانيا دكتور حسام زملوت، شارك الرواد المسار. مظبوط، كان في المسار، وهو كمان اللي راح يحكي لنا اكثر عن هذا المسار، مسار امشي اتعرف على بلدك للمتابع. نحن في مسار اليوم من النبي صالح الى كفر عين، مرورا بكل هذه الاحواش والمناطق والينابيع والعيون، مشاهد خلابة، فلسطين الجميلة كما تراها في كل اتجاه، من اسعد الايام، أجمل الأوقات مع أجمل الأصدقاء.